هذا المشروع فيغطي احتياجات الجرحى الذي يزيد على 16,000 جريح في محافظة تعز. نحن اليوم نحتفل وندشن مجموعة من الأسر، عدد قد يكون بسيطا لكن عند الله سبحانه وتعالى كثير، وهي نواة ودعوة لكل المؤسسات والمنظمات لأن يصل هذا الجهد وهذا المشروع مهنتي بين يدي لكل جريح في هذه المحافظة، وهم الذين يستحقون منا التقدير والشكر. الجرحى الكرام، أنتم من بذلتم الغالي والرخيص في سبيل هذه الكرامة وفي سبيل هذه العزة التي نعيشها ونشنخ بها في هذه المحافظة، فلكم منا كل الشكر ولكم منا كل التقدير، وسنبقى مدينين لكم مهما تكلمنا ومهما قلنا، فلكم منا كل خالص الدعاء وكل التقدير. أكرم بمن سارعوا في الخير أو بذلوا، وبالرياحين كرمها مؤسسة زانت عزة وفيها الفقر مشتمل، وبالرياحين كرمها مؤسسة زانت عزة وفيها الفقر مشتمل، مشروعها المتسامي مهنتي بيدي عف الجريح به والفاقد فكل. من علم النفس مشروع البناء لكي تسمو وللبذل بعد الأخذ تنتقل، كذا الكرامة ترقى للعلا أبدا، هنا سينشأ فينا جيلنا البطل، جيل يفتش عن مجد يشيده وعن طريق التخاذي رده الخجل، فالنفس كالطفل إن تهمل رعايتها فقد يطيب لها بعد العمر وحل. ومن حقكم أن يرى جهدكم ومن حقنا مدح الهمة. دشنا اليوم مشروعي، المشروع الأول مشروع توزيع مبالغ نقدية لأسر الشهداء والجرحى وبعض الأسر المعدمة الفقيرة، والمشروع الآخر هو مشروع مهنتي بيدي الذي من خلاله سيتم تأهيل فرد من أفراد أسرة كل جريح في مهنة يقيدونها لمدة عام، سيتم تأهيلهم حياتيا وتنمويا وذاتيا وحرفيا أيضا حتى يستطيعوا من خلال ذلك أن يكفلوا أنفسهم ويعيلوا ذواتهم بأنفسهم.